مرحبا يا أصدقائي، أنا اسمي حسن. ما رأيكم أن نختبر معلوماتنا؟ سأطرح عليكم 8 أسئلة، وعليكم أن تجيبوا على كل سؤال في مهلة قدرها 10 ثواني. هل أنتم جاهزون؟ هيا بنا. السؤال الأول: ما هو الركن الثاني من أركان الإسلام؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أصدقاء. السؤال الثاني: ما هو الشهر الذي يجب الصيام فيه؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أبطال، أنتم رائعون. السؤال الثالث: من هو الإمام الذي ولد في شهر رمضان؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أصدقاء. ما رأيكم يا أصدقائي أن نصلي على محمد وآل محمد؟ اللهم صلي على محمد وآل محمد. السؤال الرابع: من هو الإمام الذي استشهد في شهر رمضان؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أصدقاء. السؤال الخامس: متى يجب الإمساك عن الطعام والشراب؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أبطال، أنتم رائعون. السؤال السادس: متى يجب الإفطار بعد الصيام؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أبطال، أنتم رائعون. ما رأيكم يا أصدقائي أن نصلي على محمد وآل محمد؟ اللهم صلي على محمد وآل محمد. السؤال السابع: أكمل الآية: ليلة القدر خير من؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أصدقاء. السؤال الثامن: ما هو العيد الذي يأتي بعد شهر رمضان؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أصدقاء. نشكركم على حسن المتابعة، نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.